لأول مرة في مصر صروح تقدم السبيكة العقارية. ايه ده؟ ثروت؟ اوه بالزاوي، كويس اللي انت جيت. بص انا عرفت كل حاجة عن قواعد اللعبة، بس اموت واعرف مخبين الجون فين. ايه ده؟ بقيت راجل اعمال وجولفاجي كمان؟ ابدا، انا بتدرب على حياتي الجديدة بعد ما بقيت شريك في المولو التجاري والإداري ومطاعم وكافيهات. يعني هسيب التمثيل؟ دي فقرة ودي نقرة. أنا استثمرت في العاصمة الإدارية الجديدة في أحسن مكان في حي الوزارات. يعني طلعت اللي تحت البلاطة وهتسيب التمثيل؟ أنا استثمرت بالمتر في السبيكة العقارية من صروح، المتر بمئة ألف جنيه. زي ده بالظبط. أهو المتر اللي أنت مستهون بيه ده ممكن يضمن لك أرباح سنوية 13%. أقول لك يا ثروت، إيه؟ ما تشوف لي فرصة معاك في التمثيل؟ لا، في السبيكة العقارية. بس يا رب نلاقي مكان في السبيكة العقارية. أنا رايح الرماية، ما تيجي أوصلك. سبيكة عقارية من صروح، عوايد والأصل زايد.